شو مطلعك بهالبرد؟ والله طلعني الموت، جوعانين وعريانين وعطشانين وتعقى الثلج فوقنا، وأنا مرة كبيرة عمري 70 سنة، ودي أشوف بس ينطوني شيء. وين الأولاد؟ أولادك وين؟ أولادي والله مات واحد يوسف الله يرحمه عمره بالحرب، وعندي واحد عاجز، ايش هو ده العاجز؟ هو بده منحن عليه بضربين الزمان، ما ظل حنا شيء. شايف هذيك خيمتي؟ نعم. شوف اذا لقيت شيء يشيل بيها لك الحق. ما عندك شيء تاكلي يعني؟ لا ابدا ما ابي. روح. شو طلع عم تعملي برا خالي؟ قلت اروح. اعطوكي شيء؟ ما وصلت، ما لحقتي، تعبتي، ما هيك؟ تعبت ورددت، الشباب رددوا. مين عايش معك بالخيمه؟ ببنياتي تيمات ثلاثه. وين راحوا يلمون نايلو مشان تدفي هنا لكن بقى.